السلام عليكم، معكم الأستاذة عايدة بن حميدة، مديرة حاضنة الأعمال لجامعة قلمة ومنسقة قطب الابتكار والشغل. حبيت نقول كلمة للطلبة اللي اليوم قدموا مناقشة مذكرة تخرجهم في إطار القرار الوزاري 1275، مذكرة تخرج مؤسسة ناشئة. حبيت نقول لهم كلمة تشجيعية وتهانينا الخالصة على مجهوداتهم. كانوا هذا الطلبة من يعني الأوائل والمجتهدين اللي كانوا يواظبوا على زيارة القطب للاستفادة من مرافقة وتكوينات من طرف الأساتذة المختصين، بما أنهم يعني طلبة في الليسانس في الأوتوماتيك، لكنهم جاءوا تكونوا عندنا في قطب الابتكار والشغل على الجانب المالي، الجانب تسويق المنتوج. وبهذه المناسبة أهنئهم وأشجع كل الطلبة اللي مسجلين معنا في إطار هذا المشروع باش يكملوا مجهوداتهم، إن شاء الله يوصلوا للمبتغى، يوصلوا يجسدوا مشروعهم على شكل مؤسسة ناشئة. ولهم منا احنا كإدارة حاضنة الأعمال كل التشجيعات وكل المرافقة اللي لازم لهم لتجسيد الفكرة، وشكراً.